قول لنا كده في البداية عشان الناس اللي ما تعرفش ايه هو فن او رقص الكلاكات تعرفين عليه. اولا اسم الكلاكات ده اسم بالفرنسي، اسمه بالفرنساوي واسمه بالعربي، يعني اخذنا الاسم زي ما هو كده من فرنسي بقى عربي، بس هو اصلا الرقص ده امريكاني وبدأ في امريكا، واسمه تاب دانس. اوكي تاب دانس تاب 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 دانس دانس تي اوكي اوكي وبالايطالي اسمه تيب تاب، يعني هو في كل اوكي مكان كل مكان ليه اسم. ده هو اصله امريكاني وبدأ في امريكا زمان جدا ايام العنصرية، كانوا الافريكانز بيرقصوا، او اكشلي هما ما كانوش بيرقصوا، هما بيدبدبوا يعني. بيدبدبوا بيطلعوا الثورة اللي فيهم اوكي بطريقة ميوزيكال شوية، زي ما احنا هنا بيقولوا عندنا هتافات وكده وكده، بالظبط. يعني في المظاهرات هم كانوا هتافهم برجليهم، فكانوا بيعملوا ارتام وبس. مع الوقت لما مبقاش فيه بقى مشاكل هناك، بقوا الارتام دي بيعملوا بيها كوريوغرافيز، بيقفوا يسترزقوا بيها في الشارع في وسط كل الناس، وابتدوا يبقوا هم الناس من اقدم واقوى الناس اللي رقصوا تاب دانس. عندنا ابتدوا بقى يدخلوها في بيرفورمانس في الثياتر وبارات في يعني ايفنتس في كبيره اي قوي. شو يعني او بالظبط اماكن فيها فرصه ان انت تعرضي بالظبط فن كده الكلاكات.